أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة تأتيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن لمتابعة تطورات المشهد الانتخابي عشية الانتخابات النصفية الأمريكية. قبل يوم من هذه الانتخابات المنتظرة يبدو الانقسام حادا وغير مسبوق في المجتمع الأمريكي، فالانتخابات التي ستحدد من سيكسب سباق الكونغرس وبالتالي الأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ تجري في أجواء مشحونة وسط توتر أمني وركود اقتصادي. وإذا كانت النتائج شبه محسومة وفق استطلاعات الرأي أو بعضها على الأقل لصالح الجمهوريين، فإن هذه النتائج لا تبدو مفاجئة في ضوء تاريخ هذه الانتخابات في الولايات المتحدة، وبالتالي لن تخرج عن المألوف بحيث تتراجع شعبية الحزب الحاكم في منتصف الولاية الرئاسية. هل تصدق استطلاعات الرأي أم تخطئ كما حصل في عام 2016؟ ما هي تداعيات الانقسام الحاد في المجتمع الأمريكي خلال الانتخابات النصفية؟ وما أبرز الملفات التي تقسم الأمريكيين؟ لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي معنا هنا في استوديو سكاي نيوز عربية الخبير الاستراتيجي الديمقراطي أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماريلاند دكتور جيسون نيكلز، وينضم إلينا من نيويورك مؤسس شركة زغبي للأبحاث واستطلاعات الرأي جون زغبي. مرحبا بضيفي. جون، دعني أبدأ معك بما أنه نشير إلى استطلاعات الرأي. الكثير من استطلاعات الرأي التي انتشرت في الآونة الأخيرة تشير إلى أن الجمهوريين سيتمكنون من الفوز بالأغلبية في مجلس النواب وربما في مجلس الشيوخ. البعض أو بعض هذه الاستطلاعات يذهب إلى الحديث عن موجة حمراء كبيرة، بمعنى آخر ربما يسيطر الحزب الجمهوري على مجلسي الكونغرس. بحسب الاستطلاعات التي أنتم تجرونها وتطلعون عليها، كيف تبدو الصورة قبل 24 ساعة تقريبا من فتح صناديق الاقتراع؟ أولا أود أن أقول أنه في الوقت الحالي لا نعرف. الاستطلاعات التي رأيتها تظهر أن هناك احتمال لتفوق الجمهوريين، والذي نراه إلى الآن هو أن تلك الاستطلاعات التي أظهرت مشاركة كثيفة في مصلحة الجمهوريين تقودنا إلى الاستنتاج بأن المتحمسين في صفوف الناخبين هم الذين سيكونون العامل الحاسم لفوز هذا الحزب أو ذاك، وهذا ينطبق على كلا الحزبين الديمقراطي والحزب الجمهوري. وأعتقد أنه من جهتي كل طرف من الطرفين قد يفوز. في هذه اللحظات هناك غياب لعدم القفز لأي استنتاج. جيسون، ما رأيك؟ لا شك تتابع استطلاعات الرأي التي تبث في الآونة الأخيرة خاصة والتي تظهر تفوق الجمهوريين. البعض يقول، ربما جون أيضا يتفق مع هذه المقولة، أنه النتائج متقاربة بحسب استطلاعات الرأي، وبالتالي من الصعب التوصل إلى نتيجة قاطعة في هذه المرحلة، وخاصة مع وجود 40 مليون شخص صوتوا بشكل مبكر في هذه الانتخابات. ما رأيك في هذا الموضوع؟ أعتقد أنه كما قال ضيفكم الآخر ستكون النتائج متقاربة جدا، وهذا السباق سيكون محتدما، وليس هناك ما يؤشر بأن حزبا سيتفوق بشكل كبير. لا أعتقد أن الديمقراطيين متخلفون كثيرا، لكن هناك عدد كبير من
الناخبين سيغيرون آراءهم، وخصوصا بعد قانون الإجهاض الذي غيرته المحكمة العليا، وخصوصا النساء. هذا سيجعل العديد من المختلفين مع هذا القرار يتجهون إلى الحزب الديمقراطي ربما، وهذا قد يغير النسبة المئوية وخصوصا في سباق مجلس الشيوخ. من الجانب الآخر هناك بعض الانقسامات وخصوصا في الولايات، من المحتمل أن يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية مريحة، لكن حتى مع هذا لن يحدث ما حدث سابقا مع أوباما حيث فقد 6 مقاعد، وترامب في 2018 حيث فقد نحو 40 مقعدا. ولذلك لا أعتقد أن الأمر ستكون سيئة جدا، لكن الذي سيحدث فيما بعد هو أن إدارة بايدن ستشهد عرقلة في أجندتها، سيكون هناك عرقلة في الاستثمارات، قد يكون هناك بعض الحجج الجديدة التي تجعل مسألة عزل الرئيس غير مؤسسة على أسس. جون، سأسألك بعد قليل عن القضايا التي تحفز الناخبين أو تحدد وجهات الناخبين بعد قليل، ولكن قبل ذلك في الأيام القليلة الماضية تحديدا شهدنا كمية هائلة من استطلاعات الرأي خاصة التي ينشرها الحزب الجمهوري. البعض يقول من شأن هذه الاستطلاعات أن تحبط الناخبين الديمقراطيين، أن تقلل من نسبة الإقبال على المشاركة في هذه الانتخابات. إلى أي مدى هذا الكلام صحيح برأيك؟ في الواقع علينا أن ننتظر لنرى ما سيحدث، لكن من المثير للقلق بصرف النظر عن ميلك للحزب الديمقراطي أو الجمهوري، من المثير للقلق أن نرى أن هناك بعض الرسائل التي تفيد بأن الجمهوريين هم الذين يقودون ويتقدمون، وبعد ذلك نسمع إلى بعض المعلقين يقولون في التلفزيونات إن هناك تراجعا فعليا للديمقراطيين، وهذه إهانة لجو بايدن والديمقراطيين، والعتب يقع على من يقود الحملة في حزب الديمقراطيين. أعتقد أن البعض يسيء استخدام الاستطلاعات ويسيء فهمها، وهذا قد يؤدي بحزب ما وخصوصا الحزب الحاكم يجعله في وضع غير مريح، ولا يجب أن يقع في هذا الخطأ. دعوني أقول إن الاستطلاعات تقيس ما يحدث في اللحظة، لا تتحدث عن الهوامش العريضة ما بين النجاح والفشل. عندما نقول إن 40% لا يقررون بشكل حاسم حتى يوم الانتخاب، وفي حالات عديدة كان يكون هناك بعض النسب القليلة مثل 10%، وكان هناك حالات يتغير فيها الاتجاه فجأة، لكن من المتأخر أن نستنتج شيئا ما، وفي اليوم التالي نجد أن ذلك الاتجاه الذي توقعناه يحصل. لا أعتقد أن هذه الاستطلاعات يجب الاسترشاد بها لمعرفة حسمية، وإنما نعرف بعض الاتجاهات التي قد تحدث ولكن لحظيا. جيسون، يعني ما قاله جون هو أن هذه الاستطلاعات تعكس الواقع في تلك اللحظة. أنت أشرت قبل قليل إلى قرار المحكمة العليا المعروف برو فيرسس ويد الذي أتاح الإجهاض في الولايات المتحدة قبل حوالي نصف قرن من الآن. هذه كانت قضية مهمة قبل شهرين، الآن تراجعت على ما يبدو إلى حد ما مقابل قضايا أخرى، الاقتصاد، التضخم، غلاء المعيشة إلى آخره، وبالتالي القضايا حتى تتغير فيما يتعلق بأولوياتها بالنسبة للناخبين. ما الذي تعتقده الآن اليوم أو غدا حتى الأولوية الأهم بالنسبة للناخب؟ أعتقد أن
الأهم هو التضخم وسعر الوقود وسعر الغذاء وسعر الرعاية الغذائية وتكلفتها. أرى أن معظم الأمريكيين ينظرون أيضا إلى الأمن العام. علينا أيضا أن نقول مع من نجري استطلاعات الرأي، أي فئة عمرية، ولهذا هذا يحدد مدى اهتمامهم إما بالرعاية الصحية أو بالتضخم. إذا نظرنا إلى الناخبين الشباب والجدد والمتحمسين، من المثير للاهتمام أن نقول إنهم سيهتمون بمسألة قرار المحكمة العليا والإجهاض. وبعض الاستراتيجيين الذين تحدثوا في التلفزيونات أعتقد أن الاستطلاعات لا يجب أن نظر إليها بأنها دائما دقيقة، وأنا أتفق مع ضيفي من نيويورك. أعتقد أنه من المهم أيضا أن نتذكر أنه في الاستطلاعات، أتذكر في 2016 كنت واثقا بأن هيلاري كلينتون ستفوز بالرئاسة، وكل تلك الاستطلاعات التي نظرنا إليها في ذلك الوقت كانت تفيد بأنها ستفوز، ولكن هذا لم يحدث. أعتقد أنه من المهم كما قال ضيفكم من نيويورك أن نأخذ هذه الاستطلاعات بحذر، وخصوصا أنها تعكس الواقع اللحظي. لم يحدث في انتخابات بأنه قلنا لا مجال أن يفوز هذا الحزب، وبالتالي حدث ذلك يقينا. التضخم هو مسألة مهمة ومقلقة، لكن الديمقراطيين يريدون أن يركزوا على الشباب، لكن هناك أيضا اهتمام بالبيئة والتضخم. جون، بحسب المعلومات المتوفرة لديكم والاستطلاعات، ما هي القضايا الأساسية التي يركز عليها الناخب هذه السنة؟ هل هي كما قال جيسون القضايا التي تعنى بمعيشته اليومية؟ هل هي القضايا المتعلقة بمستقبل الديمقراطية في البلاد؟ الطرف الديمقراطي يقول الديمقراطية على المحك، ويجب أن يكون هذا هو الموضوع الأول والأهم في هذه الانتخابات. بحسب معلوماتكم، ما هي القضايا التي يركز عليها أكثر الناخب الأمريكي اليوم؟ في الواقع التضخم هو الأولوية الأولى، كذلك الأمن العام والجرائم هي الأولوية الثانية. لكن الشيء الفريد في هذا العام بالمقارنة مع باقي السنوات هو أنه عادة كان يكون هناك حزمة من المسائل المشتركة، والحزبان يتنافسان على إقناع الناخبين حولها. لكن في هذا العام هناك واقعان مختلفان وحزمتان مختلفتان من الأولويات. هناك من يتحدث عن التضخم، لكن هل من الضروري أن يؤدي هذا المشكل إلى جعل الجمهوريين يفوزون؟ وفي الواقع الجمهوريون فقط يستفيدون من مسألة أن التضخم عال، وبالتالي يحاولون جلب الجمهوريين الساخطين إلى صفهم. وهناك أيضا مسألة الهجرة يقولها الجمهوريون ويحاولون استقطاب الناخبين أكثر إليهم. أما بالنسبة للديمقراطيين فأهم أولوية لهم هي الإجهاض، لأنها تجعل النساء الساخطات على التصويت للديمقراطيين، وخصوصا أولئك النساء التي صوتن على الجمهوريين. والآن بسبب عكس وقلب ذلك القرار، هناك رهان من الديمقراطيين على استمالة الجمهوريات والمتعاطفات مع الحزب الجمهوري، لأن ذلك القرار يهدد حقا من حقوقهن. وبالنسبة للنساء لا يهتمون كثيرا بالتضخم. هناك فرق في التصور حول الإجهاض بين الجمهوريين والديمقراطيين، وانتخاب الديمقراطيين يجعلنا نفترض ونحتمل إمكانية قلب هذا القانون وإعادة قانون الإجهاض كحق من حقوق النساء. هناك أيضا مسألة الديمقراطية في الحملة الانتخابية. هناك من يقول إن واحد من 30 مرشحا يقولون إن الانتخابات السابقة لم تكن دقيقة، وهذا من حزب الجمهوري، وبالتالي هناك تصوران.
جيسون، هناك شريحة لافتة هذه المرة برزت ربما أكثر من المرات السابقة، وهي شريحة الجمهوريين غير الراضين على طريقة سير الحزب الجمهوري، خاصة ما يقوم به أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب. هناك أمثلة عديدة على هذا الموضوع، ليز تشيني النائبة الجمهورية التي خرجت عن خط الحزب بسبب هذه المسألة، النائب آدم كنزينجر أيضا الجمهوري الذي خرج عن خط الحزب بسبب هذه المسألة. هل هذه شريحة يمكن التعويل عليها الجمهوريين الناقمين على سياسات الحزب الجمهوري؟ أعتقد أنه عندما نتحدث عن ليز تشيني وكينزينجر أرى أنهما شخصان صادقان، لكن هما لن يصنعا الفرق بالنسبة للناخبين. هناك فئة من الأشخاص الذين هم جمهوريون ولكن هم قلقون بشأن الديمقراطية. أود أن أضيف أيضا، ولا أعرف إذا كان هذا اختلافا مع الضيف من نيويورك، لكن بينما الديمقراطية هي رسالة مهمة، أحيانا تكون مضللة وغامضة بالنسبة للأشخاص الذين نتحدث إليهم، لأنهم يذكرون بالديمقراطية ويرون أن الواقع المعيش هو فواتير وتكلفة معيشة وغير ذلك. وبالتالي ربما هذه الأفكار المجردة عن الحفظ عن الحفاظ على الديمقراطية لا يبدو شيئا واقعيا بالنسبة إليهم. نعرف أن الكثير يقولون إن ديمقراطيتنا صلبة، وأن هناك بعض من يضخم هذا الأمر والقول إن الديمقراطية مهددة، وأنه كان هناك اقتحام الكونغرس في 6 من يناير يظهر ذلك. لكن لا أعتقد أن مثل هذه الرسائل تبلغ بشكل دقيق إلى أولئك الأشخاص من الطبقة المتوسطة. وأرى أن آدم كينزينجر وكذلك ليز تشيني وأشخاص مثلهم لا أعتقد أنهم يصلون بأفكارهم إلى فئة عريضة من الناس، وبما في ذلك المستقلين، حتى يغيروا آرائهم وينضموا إلى الديمقراطيين أو يصوتوا عنهم. أعتقد أنه إذا تحدثنا عن أريزونا، إذا كان ما يكفي من هؤلاء لإبعاد أشخاص مثل كيري ليك وبليك ماسترز، وهم ينكرون دقة نتائج انتخابات السابقة وفي نيو هامبشير، إذا ضمنت أن هناك ما يكفي في منهم وجورجيا التي كان فيها ضامق عفوا فيها هامش ضيق، لا أعتقد أن عددهم كافية لقلب النتائج مثل ليز تشيني، لا أعتقد أن لها تأثيرا كبيرا. نعم جوني، ما رأيك في هذه النقطة؟ يعني على ما يبدو الديمقراطيون يعولون على مجموعتين إضافيتين لتحقيق المزيد من الأصوات. أولا شريحة المترددين أو المستقلين أو الذين لم يحسموا أمرهم بعد، هذه شريحة لا يستهان بها. الشريحة الأخرى هي التي تحدثنا عنها الآن، وهي شريحة الجمهوريين الناقمين على سياسات الحزب الجمهوري. هل هذا التعويل الديمقراطي في مكانه برأيك؟ قد يبدو الأمر كذلك، وخصوصا إذا نظرنا إلى استطلاعات الأسبوع الماضي، وهذا الاستطلاع أظهر بأن المستقلين يميلون بنحو 11 نقطة مئوية إلى الحزب الديمقراطي أكثر من الحزب الجمهوري. والسيد نيكولز جيسون يعرف أن المسألة التي تضر أكثر الجمهوريين هي إنكار نتائج 2020، لكن الديمقراطيين لهم مشكلات أخرى مع المستقلين. أنا كنت متعودا على أن أقول لكم إذا كانت المشاركة مكثفة في
النساء أو السود سيكون الأمر مفيدا للديمقراطيين. وأيضا عندما يصوت اللاتين الأمريكيون من أصول لاتينية يكون هناك نسب مختلفة، فمثلا 67% من اللاتين يصوتون على الديمقراطيين، هذا في السابق، أما الآن هذه نسب متقاربة. الآن هناك محافظون من اللاتين والطبقة العاملة الذين يصوتون للحزب الجمهوري، هناك أشخاص من نيكاراغوا وفنزويلا وكوبا وهم يصوتون للحزب الجمهوري. حتى من بين السود الذين دأبوا على التصويت للديمقراطيين وذلك بنسبة 90%، الآن الاستطلاعات تظهر بأن 14% من الأمريكيين من أصول إفريقية لم يحسموا أمرهم، وهناك نحو 13% يصوتون للجمهوريين. وإذا نظرنا إلى هذه القوائم التي لم تحسم أمرها إلى الآن، هذا يعني أنهم ربما لن يصوتوا، وبالتالي فهذا سيفوت على الديمقراطيين. أعتقد أن المستقلين هم الورقة الحاسمة والذين يتنافس عليهم الديمقراطيون. ما رأيك جيسون؟ المستقلون شريحة مهمة ومهمة جدا، لأنها شريحة كبيرة في نهاية المطاف. يعني إذا استطاع أحد الحزبين أن يستقطب غالبية هذه الشريحة يكون بالتأكيد قد حقق الفوز. ولكن ماذا عن المجموعات الأخرى التي أشار إليها جون؟ النساء، الأمريكيين من أصل إفريقي، الأمريكيين السود، وشريحة الشباب، شريحة أيضا مهمة كثيرا، يعول الديمقراطيون على مشاركة كبيرة منها لصالحه. ما رأيك في ذلك؟ أعتقد أنه من المثير للاهتمام أن نقول إنه كلما تحدثنا عن اللاتين أو المجموعات الأخرى يجب أن نعرف أنهم جماعات منقسمة، والذين يأتون من فنزويلا هم سيقلقون بشأن قضايا مثل الاشتراكية لأنهم جاءوا من بلاد فشلت فيها الاشتراكية، ولذلك عندما يكون هناك اتهام لحزب بقربه إلى الاشتراكية فإنهم سيرفضونه. كذلك الأشخاص من بورتوريكو ونيويورك مقابل الذين أتوا من كوبا وفلوريدا، هؤلاء مختلفون. وبطبيعة الحال سواد الأعدام، وهذا أمر نغفله في نقاشاتنا السياسية، هو فهم أن الأشخاص في الحدود والذين من أصول لاتينية لا يعتبرون أنفسهم مكسيكيين أمريكيين، وإنما يعتبرون أنفسهم تيهانوس، هذه هوية مختلفة. ولذلك علينا أن نعتبر أن هناك حاجة إلى معرفة هذا التنوع في الهويات. وبالأشياء التي أنا تحدث عنها عن اللاتين هم أنهم بصرف النظر عن غناهم أو انتباههم للطبقة الكادحة العاملة، فهم يأتون من أماكن السياسة تعني فيها الحياة أو الموت، وهم يفهمون السياسة بشكل جيد ومسيس، ويجب التخاطب معهم. وأعتقد أن الديمقراطيين وهنا في هذا الموقع هناك عدم ثقة كافية في الحزب الديمقراطي. وعلى سبيل الدعابة، في المحيط الذي أنتمي إليه العديد من الأمريكيين من أصول إفريقية مستاؤون من تلك التقييدات بسبب كورونا، وخصوصا عندما يتعلق الأمر باللقاحات. وفي تلك الفترة كان العديد من الأمريكيين الأفارقة بدأت ثقتهم تتزعزع في الديمقراطيين. نأمل أن يكون هناك مشاركة مكثفة. أنا ما زلت متفائلا، ما زلت أعتقد أنه لن يكون هناك تغير في اتجاه الجمهوريين. وضيفكم محق، الكثيرون قد يقعدون في منازلهم لأنهم كفروا بالحزبين، وآمل أن لا يحدث ذلك. أعتقد أن العديد من الديمقراطيين قد يحظون بتصويت النساء، وخصوصا النساء الشابات. وأيضا يمكن أن أقول للضيف من نيويورك، ربما المستقلون سيلعبون دورا مهما، لكن النساء أكثر، أو اللاتين أو السود. وأرى أيضا أنه ربما المستقلون سيلعبون دورا مهما، وسيكون علينا عمل ينتظرنا من أجل إعادة طمأنة اللاتين والأفارقة. أود أن أركز جون وجيسون في الوقت المتبقي على عامل مهم
مهم يلعب دورا أساسيا في هذه الانتخابات وربما في انتخابات الرئاسة 2024، وهو العامل المرتبط بالرئيس السابق دونالد ترامب. الرئيس السابق يعني أشار إلى عدد من استطلاعات الرأي من يومين التي تشير إلى أنه متقدم، ومتقدم بشكل كبير على أي من المرشحين الآخرين سواء الجمهوريين أو الرئيس بايدن. إلى أي مدى هذه الأرقام التي ألقاها علينا السيد دونالد ترامب جون دقيقة؟ يقول هو يعني يحصل على 70% لو جرت الانتخابات غدا مقابل 10% لرون دي سانتس أو حتى لمايك بنس أو الرئيس بايدن. هل هذه الأرقام واقعية من وجهة نظري؟ أعتقد أن هذه الأرقام قريبة إلى الواقع. هناك من تحدث عن 60% أو أكثر من 50%، لكن هذه الأرقام السائدة، هذا واضح. وهذا لا يعني أنه يجعل الحزب الجمهوري يخسر، ولكن هو له القدرة على الإقناع وإرباك باقي المنافسين. دونالد ترامب يهيمن على الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وله القدرة على جعل الكل يتحدث عنه. ونعرف أنه قام بحملة انتخابية، وهناك العديد من الناس يتوقعون منه أن يترشح لانتخابات 2024، وابنته أيضا كانت قد دخلت في هذا النقاش. وأعتقد أنه يجعل الجميع يهيمن ويصعب على الآخرين منافسته. نعم، شكرا جزيلا لك جون زغبي، مؤسس شركة زغبي للأبحاث، كان معنا من نيويورك. وأشكر ضيفي هنا الدكتور جيسون نيكلز، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماريلاند والخبير الاستراتيجي الديمقراطي. مشاهدينا، نهاية هذه النافذة الخاصة بالانتخابات النصفية الأمريكية جاءتكم من واشنطن، وبها أيضا تنتهي ملفات غرفة الأخبار لهذه الليلة. إلى اللقاء.